استاذ عصام من كفر الشيخ، اتفضل. اهلا بيك، اتفضل. انا بالنسبه لملف البتول خلصت الورق كله، الورق سافر، وكل ما اتصل بيهم يقول الورق فايت للاستثمار. انا بغالي شهر اصلا خلصت الورق دي والحمد لله كله خلصان. ايوه. وقال الورق بتاعك طلع من البنك من عندنا من هنا مشي راح هيئه الاستثمار. طب يا طلع يا جماعه، طلع من هيئه الاستثمار ولا راح فين؟ ده انا عندي الورق دي ما بيجيبش وبيجي فينا الصرف. قال والله احنا ما نعرفش، احنا طلعناه لك من عندنا وهو هيئه الاستثمار خدته مننا. طيب بص يا حاج يا استاذ عصام. نعم. انت بلسانك لسه دلوقتي قايل لي في ناس صرفت. أيوة. الدفعه الثانيه هيتم اعتمادها ان شاء الله في خلال ايام قليله هتصرف. عايزك تبقى يعني ايه ده يعني اول دفعه مثلا خلصت؟ لا هو صرفت يعني صرفت. القرض ده محطوط له ميزانيه 300 مليون جنيه. أوه. اللي اتصرف كله لغايه دلوقتي 100 مليون. فان شاء الله في الايام القادمه دي قبل عيد الاضحى باذن الله هتكونوا صرفته. هو في انا برضو سمع، انا مش بتكلم على كده ما اصرف منين مصرف يعني عادي، بس انا عايز اعرف الورق دلوقتي. في موظفين بياخدوا الورق وبيركنوا في المكاتب. انسى الكلام ده. لا 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 اسمعني بس، انا عارف ان انت عندك قلق عشان عايز تشتغل وده حاجه جميله. ان حد يركن ورق او يصرف ورق قبل ورق او الكلام ده مش في ايد اي موظف، ده في مراجعه دقيقه جدا وفي اجراءات بتتم. هو كل سبب التاخر ان عدد المتقدمين للمشروع ضخم جدا، ودي حاجه تفرحنا. مبسوط. كويس. فباذن الله قبل العيد هتكونوا صرفته، ما تقلقش. مشكور. مش بس عايز اشوفها طالعه من هيئه الاستثمار ولا ما طلعش. بتقول ايه يا حاج؟ كنت عايز اشوفه بس طالع من هيئه الاستثمار من كفر الشيخ او ما طلعش. انت تبع فرع ايه؟ الفرع بتاعك اسمه ايه؟ تبع انا كفر الشيخ. ايه هيئه الاستثمار كفر الشيخ. طب ممكن تريح نفسك من الاجراءات الطويله دي؟ حاضر يا باشا. يعني انا عايزك تهدى، هو وتقول لي انا عايز اطمن خرج من الاستثمار دخل في الاستثمار. انت ان شاء الله في الايام القادمه دي هنكلمك احنا تاني عشان نطمن صرفته ولا لا. ماشي. بشكرك. بشكر حضرتك. كنت بتكلم عن تصدير ال 10,000 وحدة زريعة من أصل 50,000 وحدة زريعة بلطي مصري إلى اليمن، ومعايا على الهاتف الأستاذ الدكتور صلاح عبد الستار الخبير في الاستزراع السمكي بنظام التكامل. برحب بحضرتك يا دكتور. دكتور صلاح. طيب نحاول نكلم الدكتور صلاح مرة ثانية. الخط اتقطع. في اتصالات بتجيلنا كتيرة. احنا بنشوف ناس صرفت وعايزين نصرف، عايزين نشتغل، عايزين نربي. انا رحت خدت المواشي خلاص والتاجر مستني علشان اسدد له فلوسه. في ناس عملت كده، اول ما توافق لها على القرض قال له انا اشتريت منك وخلاص انا هسدد لك اول مصرف القرض. دي ناس عايزه تشتغل. انا بطمنهم الحمد لله احنا كان المشروع او قرض البتلو ده في الادراج بقاله سنين طويله، خرج للنور وفي اجراءات بتتم وفي ناس بتصرف. الدفعه الثانيه هنتابعها مع المسؤولين علشان نشوف باذن الله هيبقى في صرف قبل عيد الاضحى.